السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you Daniel? How are you my brother? I hope that you are in a good health. I send you this video at the kind of help how to recite Surah An-Naml. Okay, so just I want you to pay attention more with me on this video. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. I want you to pay attention more with me. This is starting Surah An-Naml. بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولنا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Let's carry on. Carry on, carry on, carry on. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Let's carry on. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Let's carry on. Let's carry on, carry on, carry on. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Let's carry on. Carry on, carry on, carry on. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.